محمد صلاح في حوارات سابقة سمعتك تشيد به كثيرا بطبيعة الحال. محمد صلاح من اللاعبين اللي لديهم عروض دائما وأبدا في الدوري السعودي، ومرشح للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي بنهاية الموسم الحالي. في رأيك الأفضل لمحمد صلاح البقاء في أوروبا أم الانضمام إلى أحد الأندية في الدوري السعودي؟ أولا أعتقد أنه قرار شخصي في المقام الأول، هو أمر يخص محمد صلاح. من الصعب تقييم الموقف من وجهة النظر. أنت تتحدث عن قرار يخص اللاعب والمحيط القريب من محمد صلاح. يلعب حاليا في أحد أفضل أندية العالم، ولاعب له قدر كبير، ولاعب يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي والمستوى العالمي، والجميع يستمتع برؤية صلاح داخل الملعب ويلعب في أفضل دوري في العالم، البريمير ليج في إنجلترا.